برحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا نروح للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الطالب اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي بقيادة طبعا كابتن شوقي غريب ان هو يبعت القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو واللي هتضم طبعا 50 لاعب قبل نص شهر مايو اللي جاي، وده الموعد النهائي علشان يتبعت القائمة دي. الفيفا شدت في خطابه للمنتخب الأولمبي بضرورة التأكد من التسجيل والقيد في القائمة المبدئية لأي لاعب أو مدرب أو إداري أو طبيب، لأن هيتم اختيار القائمة النهائية للأولمبياد من بين القائمة الأولية دي، ومش هينفع بعد كده أن يكون في اسم أي حد في القائمة النهائية، يعني اللي مش موجود اسمه في القائمة الأولية مش هيكون بعد الوقت ده اسمه موجود في القائمة النهائية. الاتحاد الدولي كمان فيفا أخطر قبل كده الجهاز الفني لمنتخب مصر طبعا بقيادة شوقي غريب أنه هو لازم يحط اسم أي لاعب بيفكر في ضمه للأولمبيكس دي في القائمة المفتوحة اللي هيتم إرسالها بعد بحد أقصى يمكن يوم 9 إبريل اللي جاي. وأوضح الفيفا في الخطاب أن أي لاعب مش هيبقى مقيد في القائمة المفتوحة للأولمبيكس بتاع طوكيو مش هيكون قادر المنتخب أنه هو يضمه في القائمة النهائية بعد ده، زي ما قلنا لأن اللوائح بتنص على طبعا إدراج أي لاعب أو إداري أو طبيب في القائمة المفتوحة. اللوائح ما قالتش كده، اللوائح مش كده أبدا. وانت حضراتكم عارفين انه في الاولمبياد بيبقى مسموح لكل منتخب انه يطلع او يدخل على القائمه بتاعه فريقه ثلاث لاعبين من فوق السن، وبالتالي الكلام كان على الموضوع ده كتير، وخصوصا طبعا على فكره قيد نجم ليفربول محمد صلاح. هو كده كده كابتن شوقي غريب استقر ان هو يحط اسم محمد صلاح في القائمه الاوليه. لسه طبعا الموضوع ده فيه جدل كتير وفيه تفاصيل كتيره جدا لابد من التنسيق مع نادي ليفربول وموافقه يورجن كلوب على مشاركه محمد صلاح، لكن كابتن شوقي غريب قال هيحط اسم صلاح وبعد كده نشوف، بحيث انه لو ان شاء الله باذن الله تم اتفاق مع ليفربول يبقى صلاح موجود. لكن غير صلاح، هل تعتقد المنتخب فيه احتياج لاسماء لعيبه ثانيه من الممكن ضمها بالاضافه لصلاح؟ اكيد طبعا، بس انا كل اللي بفكر فيه بس انه قد ايه صلاح هيعمل ازمه كبيره ليورجن كلوب لو فعلا هي بس موجود. فتره الاعداد يعني احنا مش هيبقى فيه ارتباطات رسميه، لكن هو صلاح لو لعب مع منتخب مصر اللي انا فاكره ان كان في مباريات في الوقت ده مع ليفربول، وده عامل لهم قلق في ليفربول اصلا. في حدود معلوماتي ان توقيت البطوله هيبقى صلاح هيتغيب بس عن فتره الاعداد، ولكن اعتقد كمان بالنسبه لصلاح اعتقد في دفع مهم جدا، واحد من النجوم الكبار جدا اللي بيسعوا طبعا لانه يكون ليه مكانه وليه ترتيب على المستوى الدولي، ومشاركته في الاولمبيكس وخصوصا طبعا لو نجح المنتخب المصري في تحقيق ميداليه او الفوز بالذهبيه اعتقد تفرق كتير جدا طبعا مع مشوار صلاح. واعتقد في اسماء ثانيه، يعني اذا كنت بقترح، انا مش عارف طبعا كابتن شوقي غريب استقر على اي 50 اسم، لكن انا بشوف مثلا حد زي محمد الشناوي من ممكن جدا يكون شارك ويكون اضافه كبيره جدا للمنتخب في بطوله الأولمبياد.